بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله اليوم حنشرح شابتر Optimization اللي هو شابتر 15. طبعا في هذا الشابتر الشباب حنتكلم عن الحل الأمثل لعدة معادلات. تمام، هل قلت ممكن مثلا عندي يا شباب تكون معادلة معينة فيها مثلا two unknowns أو مجهولين؟ طيب هل قلت ومن خلال وعندي أنا بالضبط يعني في جوا المسألة بكون عدة معادلات، فبقدر أجيب عدة حلول، فبالتالي بدي في من خلال هذا الشابتر هدور على الحل الأمثل الخاص فيه. فمن خلال هذا الشابتر حنتكلم عن الحل الأمثل الخاص فينا، حنكتشفه وحنشوف إيش المعطيات الخاصة فينا كيف نجيب الحل الأمثل. طبعا وين بكون يعني مثلا الاوبتمايزيشن؟ تمام، اول شيء الاوبتمايزيشن في اي شركه او في اي مؤسسه، في نظام اقتصادي، في نظام مصانع، في نظام للبلديه مثلا بدها تعمل شغله معينه. تمام، في كتير امور وذكر لكم الدكتور امثله كتيره خلال كيس ستدي كتيره خلال المحاضرات الخاصه فيه المتواجده على المودل، وياريت طبعا تكونوا مطلعين عليها قبل ما تطلع على المناقشة، لأنه في المناقشة هحل أسئلة أنا فقط، مش حارجع على الشرح كتير. طيب الحاجات الرئيسية اللي حتكون لي في الأوبتمايزيشن عشان أحل أي مسألة وأجد الحل الأمثل لها، حاجة اسمها الأوبجيكتيف فانكشن. الأوبجيكتيف فانكشن هذه المعادلة الرئيسية اللي أنا بدي، طبعا مبنية على المجاهيل المتواجدة عندي. تمام، المبنية على المجاهيل المتواجدة عندي، وبدي أجيب الحل الأمثل من خلالها. طيب إيش هذه المعادلة؟ ممكن تعبر لي عن minimize أو maximize. على سبيل المثال كمؤسسة ربحية مثلا أو كشركة بدها فلوس جاية وفلوس هذا وفلوس رايحة منها، أنا كمؤسسة أو كشركة مثلا عقارات أو إيش ما تكون بدور عايش أقل كوست وأعلى ربح. طيب هل ممكن انه يكون عند اعلى ربح اقل كوست؟ لا طبعا مش ممكن. على سبيل المثال ان شاء الله طبعا هتاخذوا هذا المثال في الاقتصاد الهندسي في سنة رابعة او خامسة حسب ايش، مدني او ميكانيكا. اين هو المثال؟ بسم الله، في حاجة بنسميها يا شباب البرايس ديماند، ان شاء الله يعني حتاخذوه هذا ان شاء الله في كورس متقدم للاقتصاد الهندسي ان شاء الله تعالى. طبعا الخط الاعوج مش قصه، كوست اند ريفينيو ماشي، كوست اند ريفينيو مع الديماند. الطلب، هل قيت حنشوف التكاليف والعائدات بنقارنها مع الطلب الجاي علينا. هل قيت في حاجة معادلة بنسميها يا شباب، هذه المعادلة بنسميها التوتال ريفينيو. هذه المعادلة بنسميها التوتال ريفينيو، العائدات الكلية ليلي. طبعا لها معادلة خاصة إن شاء الله هتتعرف عليها في مساق لاحق، مش شرط يعني هلقيت بس افهموا ايش بتمثل الرسمة هذا. ريفينيو معناتها العائدة. طيب هلقيت كمان عندي يا شباب حاجة بنسميها التوتال كوست. هذا الخط المستقيم بنسميه يا شباب التوتال كوست، هذه بنسميها تي ار رمزه يعني، وهذه رمزه سي دي توتال كوست. اوكي، هل قلت الشباب زي ما انتم ملاحظين التوتال ريفينيو وين ماكسيمم بكون؟ عند هنا. تمام، هذا الماكسيمم يعني اقصى عائدات ممكن احصل عليها عندي هنا، قمة هذا الرأي، قمة هذا زي ما اقول الهضبة اللي هنا.
تمام. عفرت نسميها دي واحد او دي ستار، طبعا هذا الرموز ان شاء الله حتعرف عليه مسقط لاحقه، بس ما علينا مش شرط الرمز. تمام، هلقيت شباب اي انا التوتال كوست عندي ممثله في الخط هذا. طيب بدام بمثله في الخط هذا فاكيد اي حاجه اعلى منه، اي حاجه هنا مثلا اعلى من الخط بتاع شو اسمه، اي حاجه اعلى من الخط التوتال كوست هذا واقل من التوتال ريفينيو يعني المحصوره بينهم، بيمثل لي ايش شباب؟ حيمثل لي الربح، البروفيت. هنا يا رب نكون هذا الكلام مثلا كويس، تمام هذا الكلام واضح. البروفيت، هذه المنطقه بنسميها البروفيت. احنا تو قلنا انه اقصى بروفيت بحصل عليه عند القمه هنا، تمام، اللي هو دي ستار. طيب هلقيت يا شباب، طب انتم ملاحظين الفرق ما بين هذه المسافه زي ما بيقولوا وهذه المسافه، خليها مثلا اكس نوت او واي نوت مثلا، تمام. طب انتم ملاحظين مثلا لو اخذنا هنا لو اخذنا هنا نقطه مثلا توتال ريفينيو كان هنا مثلا عندي عائدات بالمقدار هذا، على سبيل المثال عند حاجه بنسميها دي مثلا واحد، تمام. هنلاحظ الشباب هنا وهنا مثلا وين تقاطع مع التوتال كوست هنا، فهنلاحظ انه هذا مثلا واي واحد، واي واحد، هنلاحظ انه هنا مثلا واي واحد اكبر من واي نوت، مع انه عند دي ستار هذه اقصى ربح انا بحققه، لكن مش شرط يكون انه ايش الماكسمايز بروفيت عندي، تمام. فبالتالي انا لقيت انه الماكسمايز بروفيت عندي عند مثلا عند النقطه دي واحد، لقيت طبعا بمعادلات معينه بتبين عندي انا وين ماكسمايز بروفيت، ببين عندي عند معادلات معينه حتاخذوهم ان شاء الله في الاقتصاد الهندسي، بس المقصد والقصد انه بدنا نصل ايش الحل الامثل. معناه ايش معناته حل امثل؟ معناتها حل امثل مثلا ان انا اشوف اكبر ربح لإلي، لا، او عفوا اكبر عائد لإلي، لا، انا بدور على ماكسمايز بروفيت او مينيمايز للكوست اللي عندي. فبالتالي لقينا انه عندي واحد، لقينا انه حققنا هذا الشرط، اكبر ربح لإلي واقل تكلفه علي. فبالتالي هي المفهوم العام مثلا كشركه او مؤسسه ربحيه، هي المفهوم العام للاوبتمايزيشن. طيب ماشي، طبعا الدكتور ذكر امثله خلال لقاءاته بامكانكم متابعتها. احنا بس نتاكد من القلم تبعنا، لا اله الا الله بطل يكتب، لا خلاص تمام بعلم. تمام، في حاجه بنسميها الاوبجكتيف فانكشن، هي الفانكشن الاساسيه اللي هعتمد عليها هل اني اخذ مينيمايز او ماكسمايز حسب ايش بتطلب مني في المساله. في حاجه بنسميها الانونز فيريبل. طيب في صبر نخبي هذه ماكسمايز، تمام خلصنا، نيجي ورق عشان بحضر من اوراق، فبالتالي يعني بخربش اوراق، فبالتالي لازم ايش؟ لازم احط الاوراق جنبي. ما علينا. الانونز شباب عبارة عن مجاهيل، طبعا من وين هذا باخدها؟ من خلال قراءتي قراءتي للسؤال بشكل اعمق، فبشوف ايش هي المجاهيل بالنسبة لايش مثلا؟ انتم مثلا بعض المجاهيل مثلا بالنسبة لمواد خام، بالنسبة مثلا في امثلة عن اظن كرسي وما كرسي والاشياء هذا والتصنيع، امثلة ثانية على في مصنع مثلا انه بده ينقل حصمة والامور هذه. فبالتالي هذا بيعتمد على نوع الانونز اللي عندي. طيب ولازم ايش كمان؟ حاجه بنسميها الكونسترينتس. الكونسترينتس هذه عباره عن قيود، هذه القيود زي ما بقول بتحدد وين انا رايح، او بتديني زي ما تقول بتوريني وين معالم الطريق الخاصه اني اصل للماكسمايز مثلا بروفيت او مينيمايز كوست او ايش ما يكون عندي اللي بدي اياه في الاوبجيكتيف. يعني زي ما بقول الكونسترينتس هذه القيود، هذه زي بتعمل لي زي توضيح لمعالم الطريق اني اصل لوين؟ اصل للاوبجكتيف فانكشن. واذا وصلت للاوبجكتيف فانكشن بقدر احدد الانونز المناسبه لإلي. الانونز هذه بقدر اجيب قيمها بحيث تناسب الاوبجكتيف فانكشن هذه.
تمام، يعني كله مبني في بعض، واهم شيء القيود طبعا. طيب عشان طبعا في لينير اوبتمايزيشن، في الاوبتمايزيشن في كونتينوس، والامور هذه يعني الشجره الخاصه بالاوبتمايزيشن وين تروح كل إلها امورها. يعني مثلا اظن في عندنا احنا في ال هذه في السي اف دي شباب، نون لينير كويشن في السي اف دي، هذه في حاجه بنسميها شباب كومبيتيشن الفلويد دايناميك، اللي هو ديناميكا الموائع، طبعا هذا في الميكانيكا اكثر تخصصا. تمام، وفي اظن على قصه الهيت وما الهيت ترانسفير مش عارف، بس في يعني كل واحدة زي ما بيقولوا لها مجال أعمق وممكن تتعمقوا فيه، سواء خصوصا طلاب الميكانيك، فيعني بإمكانكم إنكم تبحثوا عن المسميات هذه وتتعمقوا أكثر فيها. طيب إيش بدنا؟ أهم حاجة لتحليل المسألة بدنا نفهم المسألة كويس ونحدد الأوبجيكتيف فانكشن، بدنا نشوف الهدف من المشكلة، هل اني بدي ماكسمايز ولا ماكسمايز بروفيت ولا مينيمايز كوست. بدنا نجيب كمان شباب ايش، بدنا نجيب القيود الكونسترينتس هذه نحددها، بعدين بدنا نكتب الديسيجن فاريبلز الخاصين فيه. طبعا هذه الامثلة شباب شرح لكم اياها الدكتور عشان تكون في الصورة، الأمثلة اللي شرح لكم إياها الدكتور أصعب من الأسئلة اللي بتيجي من الامتحان، تمام؟ فبالتالي لو فهمتوا هديك يعني زي ما بيقولوا 100% هتحلوا الأسئلة في الامتحان. طيب الأسئلة شباب اللي بتيجي في الامتحان من وين بتيجي؟ لأنه الشباب يعني شوفوا نيوميريكال أناليسيس مادة حلوة ولذيذة مش صعبة، لكن اللهم فيه بتحتاج وقت للحل، يعني إذا أنت متمرس سريع مثلا على الآلة الحاسبة وبتحل أكثر، بتحل أسئلة بعد كل شابتر، فبالتالي يعني بتخيل إنه مش حيكون عندك صعوبات، لكن كل الشباب بتصعبوا في شابتر الأوبتمايزيشن، ومن وين بتيجي الأسئلة والأمور هذه؟ الأسئلة يا شباب في شابتر الأوبتمايزيشن تخرجش عن أسئلة الكتاب، تمام؟ تخرجش بتاتا عن أسئلة الكتاب. فيعني طبعا الأسئلة هاي بعض الأسئلة اللي معلمها 13، في عندك 15 ممكن يبني عليها حاجة، يعني يبني عليها سؤال من 15 6 مثلا، سؤال 12 ايش كمان عندي 15 4 ممكن يبني عليها سؤال معين، تمام، او يجيبها زي ما هي، بس الله ما فيه يخليك تحل جرافيكالي وسمبل ميثود سمبلكس ميثود وسوفت وير، هذا انا اللي بخليك تحلها في الاكسل، بقول لك يوزنج اكسل مثلا، هذا في اللاب، هذه في اللاب مطلوبة منك طبعا. وإيش كمان عندنا؟ هاي عندنا كمان يا شباب عندنا 15 واحد، طبعا الأسئلة 15 واحد، الأسئلة يعني المقالية هاي عندنا 15 واحد، وعندنا 15 2 أسئلة المقالية بس أنا بحكي، وعندنا 15 12، وعندنا 15 13، هاي هدول أهم الأسئلة المقالية الموجودة وممكن تيجي في الامتحان عادي. طبعا الشباب في الجرافيكال لما يقول لك يوزنج جرافيكالي لازم يكون مجهولين، اكثر من مجهول ثلاث مجاهيل معناتها ان ده اشتغل 3 دي، فبالتالي مش موجود عند مش ح... اكيد مش هتحله 3 دي، تمام، في هذا في الامتحانات. ايش كمان يعني بنكون اجملنا هيك ملخص كل شيء، اكسل وجرافيكالي قلنا عنهم، خلص نيجي على قصص الامور نوعها، وضحنا لكم الأسئلة يعني أي أسئلة ممكن تترجح النتيجة. طيب نيجي شباب إن شاء الله نحل السؤال الأول، إيش السؤال الأول بقول؟ بقول السؤال الأول 15 واحد، 15 واحد، تمام. هل لقيت شباب في السؤال هذا؟ احنا طبعا بدنا نحل السؤال، بقول لك company makes two types of products، هل لقيت؟ بقول لي هذه في عندي شركة بتصنع نوعين من المنتجات A و B، these products are produced during 40 hours work week and then shipped out at the end. ليش
at the end of the week. They require 20 and 5 kilogram of raw material per kilogram of product respectively. طيب هلقيت بقول لي انه في عندي برودكت A وبرودكت B، بقول لي البرودكتس هذول بصنعوهم خلال 40 ساعة عمل خلال الأسبوع. طيب بقول لي انه بده respectively طبعا على التوالي معناته شباب، بقول لي انه بده 20 كيلو جرام رو ماتيريال تمام بير كيلو جرام لا ايه مثلا، عشان انا عشان مثلا اصنع المنتج ايه بحتاج 20 كيلو جرام لانه ريسبكتيفلي قال لي على التوالي يعني معناتها ايه ثم بي تمام، فانا بحتاج 20 كيلو جرام من الرو ماتيريال عشان اصنع عشان اصنع 1 كيلو جرام من الاي، وبحتاج 5 كيلو جرام من الرو ماتيريال عشان اصنع انا بير كيلو جرام من البرودكت بي. هذا حتى الان تمام، لازم نحل السؤال احنا. And the company has access to 9500 كيلوغرام of raw material per week. طيب ايش بتسوي هذه الشركة او ايش بتنتج يعني؟ بتقول لي بتنتج 4000 وين رحنا؟ طيب تمام. بتنتج 4500 كيلوغرام of raw material per week. اها الرو ماتيريال كم شباب عندي في بير ويك؟ طبعا 9500 تمام. بس حلل السؤال هالقد عندنا بنشوف الكونسترينز وايش بدي وبندور على ايش واللخمه تبعت الاسيت اوبتمايزيشن. Only one product can be created at a time with production times for each 0.04 و 0.12 hour respectively. طيب البرودكشن تايم او زي ما بيقولوا انتاج هذا البرودكت طبعا ريسبكتيف على التوالي، على التوالي مين قصده A ثم B تمام، بالنسبة ل A 0.4 hour، بالنسبة ل B 0.12 hour ماشي. The plant can only store 550 kilogram of total product per week. هذا المصنع او المحطة اللي هنا بتنتج هذه المنتجات تنتج لي 550 كيلوغرام من البرودكت A أو B حسب إيش أنا مش عارف لحتى الآن بير ويك طبعا تمام. طيب only store 550 كيلوغرام بير ويك تمام. finally بقول لي the company makes profit 45 دولار و 20 دولار on each unit of A و B respectively على التوالي طبعا. هلقيت البروفيت الخاصة make profit بالنسبة للبرودكت A 45 دولار بير كيلو جرام من A و 20 دولار بير كيلو جرام من B. each unit product equivalent كيلو جرام طبعا قصده الإكويفالنت هذا قصده عن هذا ال A وال B اللي هنا ماشي. هيك احنا زي ما بقولوا فصفصنا السؤال، نيجي بقيت نكتب زي ما بقول الأشياء اللي إحنا أخذناها. فات نعمل جدول مش مشكلة خليه كبير كبير هكيت بنصغره product A وعندي product B بشكل بي سوار بس نهاية عادي بنسل product بي ايوه خليه زي الخليك لا هيك كبر. هلقيت بنروح نعدل القلم تمام هذا لا برضو كبير لا اله الا الله. طب لو جربنا هذا نفس الكلام ما علينا سو معقول اوه ايوه يا سلامة من الأول زي ما بقولوا. طيب ماشي ايش بدنا لون معين لون معين اصفر هي هذا مثلا لوز ذهب 100%. طبعا شباب شو رأيكم من هذه الخطوط يعني اعتبروها مش موجودة عشان زمان مجربنا هيك حركات ماشي تمام. هاي بالنسبة لبرودكت A وبرودكت B نيجي قلنا انه ايش
these broad الحاجات العامة. قال لي إيش these product products عفوا are produced يتم إنتاج produced يتم إنتاجها during four hours per week work week 40 ساعة عمل في الأسبوع ماشي. طيب هلقيت قال لي إيش هنا بدي إيش 20 كيلوغرام raw material عشان انتج لي 1 كيلوغرام بير كيلوغرام ايه مثلا مش ايه يعني عن جد هو برودكت ايه تمام. بينما هنا بدي 5 كيلوغرام required raw material خليها هذه مات ونحط دوت لايش لكيلوغرام بير كيلوغرام من بي تمام. ايش كمان عندنا شباب عندنا قال لي كمان البرودكشن تايم لأ 0.04 أور بينما لبي 0.10 أور ماشي. بروفيت هنا البروفيت $40 بير كيلوغرام ولا بير كيلوغرام مش لكل برودكت لا بير كيلوغرام من البرودكت. طيب هنا قال لي 20 كيلوغرام 20 عفوا $20 بير كيلوغرام في برودكت ماشي. قال لي هنا في النهاية جملة the plant بشكل عام اللي هو المصنع نفسه وإيش ما تكون هنا الورشة وإيش ما تكون تكون كان only store only store 550 كيلوغرام of the total of the total production of the total product per year تمام عفوا per week مش per year of the total product. سامحوني على الكتابة هذه لكن قدر المستطاع لحق الوقت per week طيب نيجي ايش بقول لي في السؤال الان بقول لي شباب في السؤال طبعا نيجي تمام نبدا في الشيء كله قريناه يعني وكله تمام. طيب بقول لي set the linear program problem to maximize اها بده ايش maximize profit حدد لي هنا لوز اذا ايش قبل كل شيء اول شيء بدي احدد قبل ما اخوض في هذا لقيت هذا نغير الكلام زي ما نقول نتكلم في الكلام طب ليش بطل يكتب ماشي على فرض احمر خلاص تمام احمر هلقيت ايش الشباب بدنا نحدد في عندي انا برودكت A وفي عندي برودكت B. طيب هلقيت بدي احدد انا المجاهيل برودكت A و B. طيب هذا amount يعني عدد of product A produce
يوست التي تنتج طبعا بالكيلوغرام. كذلك بي عدد برودكت، بس اللهم في بي بروديوست كيلوغرام. تمام ماشي. طيب ايش قال لي ماكسمايز؟ بده ايش نسبة الربح؟ ماكسمايز أكلتها ولا كتبها ماكسي مايز في حاجة ما علينا، يمكن أنا متخربط في الكلمة بس بغض النظر عن الكلمة نفسها. طيب ماكسمايز الربح، طب كيف من وين الربح أنا؟ البرودكت A نفسه بضربه بعش ال هذا إيه البرودكت A بضربه بأربعين والبرودكت B بعشرين، فإيش أنا بدي الأوبجكتيف فانكشن عندي؟ 40 ولا أنا كاتب 45؟ أوه 45، ليش أنا متخربط هيك؟ هذا شباب 45، آسف جدا عليها، هذا 45. طيب 45 في إيه زائد 30 في بي ماشي. طيب هلقيت بدي أشوف الكونسترينز اللي عندي. طبعا الشباب بتعملوهم بتقولوا subject to، يعني بحيث حقق لي الكونسترينز. طيب شو هي الكونسترينز يا شباب؟ عندي اول اشي انا بقول لي ايش بحتاج 20 كيلو جرام رو ماتيريال عشان انتج. بدي ايش انتج عندي 1 كيلو جرام من ايه، فايش حقول هنا؟ العشرين ضرب A زائد 5 ضرب B. هلقيت هذه ايش بتمثل لي؟ الرو ماتيريال، الرو ماتيريال بالكيلوغرام طبعا، بالنسبة للكيلوغرام لA. كذلك هذه نفس القصة، رو ماتيريال بالنسبة لكيلوغرام لB، رو ماتيريال طبعا. طيب شو حتساوي؟ او اكبر من ولا اصغر من ولا ايش؟ حشوف وين رحنا. هلقيت ايش بقول لي؟ اللهم صل محمد. 375 ال 550 كيلو جرام اوف ذا توتال برودكت بير ويك. طيب توتال برودكت كم قال لي؟ 550 كيلو جرام. هذه خاصة في مين؟ خاصة في A زائد خاصة في A زائد B. هذه 550 كيلو جرام على الحد الأقصى زي ما بيقولوا. توت هذه أو the plant can only store 550 كيلو جرام of the total product value. طيب ثواني، هذا لسه ما وجدناش شيء لحتى الآن ما وجدناه، بس عارفين إنه هذه لها علاقة بالرو ماتيريال. ماشي اللي تو صدفناها آخر واحدة، آخر واحدة قررناها 550 تمام، اللي هو 550 كيلو جرام منهم. طيب وين إحنا؟ هلقيت شباب أنا بشتغل في شو اسمه، بشتغل 40 ساعة، بقول لي هنا 40 ساعة بير ويك بشتغلهم. These products are produced during خلال 40 ساعة. طيب لو اجيت انا مثلا اشوف ايش اسمها، اشوف عدد يعني زي production time هنا 4، بدي اشوف عدد المنتجات اللي انا يعني 20 كيلو جرام، 20 كيلو جرام من الرو ماتيريال، وهنا 5 كيلو جرام من الرو ماتيريال عشان انتج لي كيلو 1 جرام من البي. طيب هلقيت ايش حيكون عندي؟ 0.12 production time هذه بير A، ايش العلاقة في هذه؟ اللهم صل على محمد.
احنا ايش قلنا هنا؟ البوينت 4 اور برودكشن تايم. طيب البوينت 4 اور هذا برودكشن تايم عشان انتج لي ايه بدي بوينت 4 اور، وهنا عشان انتج لي بي بدي بوينت 12 اور. ماشي، بوينت او 4 هنا وبوينت 12 هنا. طيب انا العدد الكلي عندي في الاسبوع قد ايش تقريبا؟ عشان انتج اسبوعي 40 ويك، فبالتالي لحتى الان لسه هذه ما وجدت لهاش حل. انا شفتها هيها هنا، وين راحت العشرين والخمسة وعشرين؟ تمام، هذا بالنسبة للبروفيت عندي. اللهم صل على محمد. كمان بوينت او اربعة اي زائد بوينت 12 بي، طبعا ايش اقل او يساوي 40 اور. ماشي، طبعا A و B أكبر من، إذا أنا بعمل بالبوينت O 4 بعمل لي A واحدة، وبوينت O 12 بعمل لي B واحدة، فأكيد A و B أكبر من صفر، هذا أكيد يعني. هاي واحد لحتى الآن استنتجها، اثنين ثلاثة تام لحتى الآن، هذه لسه ما عرفتش إيش عنها إيش. عارف إنه في عندي 20 إيه، عشان أنا إيش اسمه، عارف إنه 20 كيلو جرام من الرو ماتيريال عشان انتج لي ايه، وعارف انه عندي 5 كيلو جرام من الرو ماتيريال عشان انتج لي بي. طيب ماشي، هل جيت قديش بحتاج زي ما بقولوا من التوتال ايش اسمها، من التوتال كيلو التوتال كيلو جرام من الرو ماتيريال عشان انتج اي وبي مع بعض؟ هنشوف. خمسمية وخمسين، 540 كيلوغرام، هذا 500 عندي 5 كيلوغرام من الرو ماتيريال، 20 كيلوغرام من الرو ماتيريال. ماشي، عندي 550 كيلوغرام هأنتج من A و B مع بعض. طيب لو عفرض A و B مع بعض هأنتج منهم 550 كيلوغرام. ماشي، لقيت لو عفرت 550 كيلو جرام هدول ضربتهم في العشرين زائد، لأنه بدي رو ماتيريال منهم، زائد 550 كيلو جرام هدول ضربتهم في خمسة، في كم قلنا 20 في 5. ماشي، لقيت ايش عندي هنا؟ هذا حتديني صفر، 5 في 5 25، عفوا 25، 5 في 5 25، 27. ماشي، طيب هذه 0 0، 2 في 5 0، وباليد 1 طبعا، 2 في 5 0، والواحد 11. اوكي، اها فهمت كيف. هاي بصراحة يعني كنت أنا مش مستذكرها، هاي في طالعة أنا مجايب الرقم بس نسيت كيف جايبه. لقيت شباب عندي أنا بدي أنتج 550 منتج، تمام. طيب عفرض إني أنا مثلا بدي أنتج بس من إيه ال 550 منتج هدول، فأكم رو ماتيريال بحتاج؟ بشوف قديش. طيب وبرضه بفرض إني إيش، أنا بدي أستخدم بس بدي أنتج من بي فقط، فبشوف قديش رو ماتيريال بحتاج. طيب أنا كل الإنتاج اللي عندي 550 كيلو جرام من مثلا من بي، فبالتالي بحتاج رو ماتيريال 550 ضرب 5 اللي هي هذه. طيب زائد مثلا لو ال 550 هذه من A، فبحتاج كم شباب؟ 550 ضرب 20، فبالتالي تطلع معايا 11000 اللي هي هذه. طيب لقيت مجموعهم كل، طبعا لقيت حيكون طبعا اكيد اقل او يساوي هذا الخط الانتاج كله هذا. طيب فحيساوي مجموع هذول الثنتين 0 0 0 5 و7 و0 7 2 1 3 والواحد 13000، تمام، 13750.
ماشي، هذا بالنسبة لهذه العلاقة ما بين الرو ماتيريال والبرودكت A و B تبعوني، البنتجم من الرو ماتيريال أصلا. هذه العلاقة ما بين شو اسمها، ما بين الساعات ل A، عشان أنتج برودكت واحد من A بدي 0.4 ساعة، عشان أنتج من برودكت واحد من B بدي 0.12 ساعة. فبالتالي على فرض طبعا مدين إنه 40 ساعة البير ويك. طبعا A و B أكبر من صفر أكيد. A زائد B المنتجات لازم كم يطلعوا لي 550 منتج. فهيك الأمور حتى الآن تمام واضحة. طيب هذه لازم أجيبها لك. هيك شباب أنت زي ما بقولوا من 15 السؤال، هيك أنت أخذت كم؟ أخذت 6 أو 7 من السؤال. طيب هات نكمل السؤال. ايش بقول لي بعدها يا شباب؟ هنا بقول لي solve the linear program graphically او using graphically to solve this optimization. هتيجي هتسوي هنا عندي ايش انا؟ عندي A و B تمام؟ هاي A وهي B. طيب تعال نحل هنا. عندي يا شباب هنا 20A و5B، شو بتساوي هنا؟ نيجي نحل. هلقيت عندي عفرض انه البي صفر، هاي مثلا البي صفر هنا، فبالتالي هاخد الخط هذا. طيب هلقيت البي صفر، ماشي فرضنا انه البي صفر، فبالتالي 20. فبقول هات انا احسب، لاني صراحه مش حاسب، انا مش عامله جرافيكالي، يعني مش حاله كنت جرافيكالي ايامي، لانه دول التحضير اللي انا محضره من ايام ما كنت انا بسنه ثالثه. 13750 تقسيم 20 687.5. ماشي هاي 687.5، 87 ونصف، فيش مشاكل لحتى الآن. هاي هذه هنا. طيب عند لما لقيت A بتساوي صفر، ال B 13750 تقسيم 5 5 5 2750. تطلع يا شباب 2750. طيب هنوصل خط بينهم. طيب وين السهم تبعنا؟ أقل منها، فلازم إيش؟ طبعا الشباب يعني مش عشان لازم يكون خط مستقيم، فترسمه بالهذا. طبعا أقل معناتها لجوا حتكون إن شاء الله. ماشي الما بعدها هذا ملغي، هذا النظام ملغي هنا، ممنوع يجيني شيء. ماشي هذا نكمل الخط الأحمر. هتخطينا نجرب. هلقيت ال A زائد B أقل من 550. لما ال A صفر ال B 550، A صفر ال B 550 مثلا، 550. كذلك لما ال B صفر 550، فهي مثلا هاي الخط الخاص فيها. طيب A زائد B أقل من 550، فبالتالي إيش؟ لجوا برضو. ماشي فيعني هلقيت صار إيش؟ صار هذا ملغي، هذا كله ملغي لحتى الآن صار. تمام التمام. هات لون تاني لقيت. هذا كويس لو رسمنا فيه، لا ما علينا. هذا لقيت خلصنا ال constraints، هذا خلصنا ال constraints. هذا هلقيت ايش؟ 0.04 على 0.12 بيديني 40 اور.
طبعا أكبر من صفر معناته إنه فوق الخط هذا أكيد، يعني فوق الخط هذا ولا جاي من الخط هذا، هذا الأكبر من صفر، فهذا سهلة يعني مش قصة يعني. نيجي للحاسمة زي ما بقولوا. طيب فرض إنه الـ A صفر، فالـ B بوينت 12 بتساوي 40، فبحقول 40 تقسيم بوينت 12، 40 تقسيم بوينت 12 333، هذه البي 333، هات نغير فقط اللون، 333 هاي 300 كم طلعت لنا الحاسبة؟ خليها 333 يعني من دون كسور. طيب ماشي. طب لما هلقيت نعوض في البي خليها صفر، نشوف الاي كم تطلع معانا. 40 تقسيم بوينت او 4، 40 تقسيم بوينت او 4 1000. فوين الالف؟ هنا 680.5، هاي 1000 شباب. طيب هات نوصل ما بينها. طبعا يا شباب الخط مش مستقيم بيطلع معايا عشان انا برسم رسم. طيب تمام. طيب هات نعلم وين هذه المنطقة يا شباب. طبعا مرفوضة، هذه المنطقة مرفوضة من الأول. هلقيت هذه المنطقة صارت مرفوضة لأن أنا بدي أقل من هيك، وهذه المنطقة مرفوضة قلنا، فإيش تم عندي يا شباب؟ تم عندي هذه المنطقة وهي، تمام، اللي هي هذه المنطقة. طب وين الأوبتمايزيشن الخاص بالضبط؟ وينها؟ عند تقاطع هذه مع هذه. طيب هذا هنا الاوبتمايزيشن، فهذه النقطة بحددها وبحطها، وهي يعني كيف بحط بشوف ايه قديش تطلع معايا ايه، كيف كنا نقول احنا بي و اي، كيف كنا نقول قصدي عن ايش اسمه الزوج المرتب من الاكس واي، كنا نقول اكس واي، فعشان اي وبي انا مسميهم فتلخبطت، فقصدي هناك اكس واي ايش هم. تمام هلقيت اكس طبعا بي، وهذا طبعا بجيبها يا شباب بالجرافيك اللي بجيبها. طيب هلقيت ايش بقول لي في السؤال؟ solve linear program problem with simplex method. طبعا بعرفش انا، ثواني بس، هل مقصود في simplex method؟ ثواني نشوف simplex method، في simplex method بسم الله. simplex method solve using excel، ماشي excel هاي simplex method، method avoid simplifications، ماشي previous section it does the starting with basic feasible solution then moves through sequences whether for basic feasible visible solution that successfully improve the value for the object function if eventually the optimal value is reached and the method is determined. طيب مثال عليها، مثال عليها اس 4، وين مثال قبل؟ هيو ماشي. فرضهم كلهم صفار، فرض اس 2 اس 3 90 اس 4 هذا صفار، اس 1 0 زد 1 بيزك ماشي هيك. مع انا بعرفش شرح الدكتور صراحة فمش عارف، بس القصد يا شباب احنا خلينا نعتمد انه ايش شباب، انه الاوبتمايزيشن النقطة اللي طلعتوها جرافيكالي غالبا ما ظنتش، لانه طلعت على محاضرة الدكتور ما ظنت شرحها، فالنقطة اللي بتجيبوها هنا هلقيت ايش بتسووا فيها؟ بتعوضوها في الاوبجكتيف. تمام؟ بتعوضوها في الاوبجكتيف فانكشن، وبتشوفوا قديش بيطلع معاكم البروفيت، ماكسمايز البروفيت. طبعا عشان تتأكدوا من حلكم خذوا نقطة قبل وخذوا نقطة بعد، شوف ايش بيطلع معاكم. تمام؟ فبالتالي
اذا مثلا اذا طلعت مع خدوا نقطه بعد نقطه قبل، اذا طلعت معاكم شيء يعني زي ما تقولوا اكيد المفترض انه ما يطلعش ماكسمايز بروفيت، هلقيت يعني كل ما تاخذوا نقاط تانية المفترض الماكسمايز بروفيت عند هدول النقطتين اللي انتم قدرتوهم تقديرا يوزنج جرافيكالي، تمام مفترض هيك. لكن اذا طلع غير هيك فبالتالي في في حالنا خلل، بس ان شاء الله يعني بيطلعش غير هيك. احنا هات نجرب، احنا مثلا هذا قرب انا يعني تقريبا، بس دير بالكم مش اكيد يعني تقريبا زي ما بيقولوا برجح هنا 250، انا هنا 550 قول 225، 225 قريبة منها. هذا بالاكس مثلا، بالواي برجح 410 على 11 حاجة زي هيك، تمام. طيب هلقيت شباب انا بدي احلها باستخدام الاكسل ان شاء الله تعالى، برضه طبعا مطلوب منكم حل باستخدام الاكسل في هذا، بس مش ايش حديكم انا كيف، مش هتعبكم يعني زي في الامتحان، مش زي في الامتحان لانه حرام صراحة يعني هلككم فيها او ايش زي، حديكم مسألة زي هيك، تمام حديك زي هيك مسألة مثلا زي 5-6 او 5-5 حلها انت باستخدام الاكسل، يعني مش هغلبكم انا عشان تعرف اني بحبش اغلب حدا. ما علينا، نيجي لاستخدام الاكسل. 46 دقيقة تقريبا، ممتاز ممتاز ما تم شيء. طيب نيجي لقيت كيف نحلها باستخدام الاكسل. اول حاجة شباب حنفعل دالة، حاجة اسمها دالة جديدة ان شاء الله عليكم حتكون اسمها solve. من وين بنفعلها؟ من اوبشنز زي ما انتم لاحظتوا توي، ثواني بتروح على فايل، بتروح على اوبشن، تحطوا ادد ان، تمام. في حاجه هي سولفر اد ان، بتحطوا اوكي، تمام. وين حتلاقوها؟ الجيت في الدات، المفترض تلاقوها في الداتا، هات مثلا اي حاجه جديده المفترض اكيد تلاقوها في الداتا. اها مش موجودة عندي في الداتا، لكن طيب وين المفترض هنا الـ what if analysis المفترض تلاقوها هنا، لكن أنا شباب إيش مسوي؟ مطلعها من هنا حطتها وين؟ حطتها هنا فهي، تمام باشمهندسين تبوا لهيك شغلة، فهي هنا حتظهر لكم، حتظهر لكم في الداتا what if analysis حتلاقوها هنا في المكان هنا، تمام. لكن أنا مطلعها برا وحطتها كإشي رئيسي عندي في الإكسل من زمان، ماشي. نيجي ل ايش حنسوي هالجيت، هالجيت حنعرف، حنقول مثلا نرجع تاني للهوم ميجر سنتر، حنقول amount amount of product A produced produced ماشي كيلوغرام كيلوغرام، اوكي فيش مشاكل. طيب هذه ايه حتمثلني؟ هذه نفسها بس اللهم في بدل A حنقول B، بي لا ايش ام بي، تمام هيك تمام. طيب هاي مثلا هذه اي وبي، هدول خليهم ماشي، هذه بي طبعا المفترض مثلا احط، مش طبعا هذه القيم لا تحسب سواء، بس مثلا 0 0 خليها اول شيء مثلا، طبعا حتعدل من حالها ما تقلقوش يعني. طيب هلقيت ايش بدي اسوي؟ بدي احط ايش الاوبجكتيفز، اوبجكتيف فانكشن اوبجكتيف فانكشن، طيب شو بتقول الاوبجكتيف فانكشن بشكل عام؟ طبعا بدي الماكسمايز انا، بس ايش الاوبجكتيف فانكشن بتساوي؟ بتساوي
45 ايه، 45 ضرب ايه، زائد ولا ناقص؟ زائد 30 بي، وين بي؟ هاي بي. تمام، مش مشكلة يعني، صفر ايش ما تكون تكون يعني، صفر مش صفر ايش ما تكون تكون. طيب subject 2 او الكونسترينز، خلينا نسميها الكونسترينز عشان ما تخربطش في كيف الكلمة تنكتب، بتكتب لكم اياها صحيح. كونسترينز كونسترينز، الله اكبر، اين انا؟ وين كلمة كونسترينز؟ ما علينا، كونسترينز ماشي، خليها هيك ماشي. طيب هذه النص خليها زي هيك، كونسترينز لقيت السطر الأول عندي. السطر الأول عندي يا شباب هتكون أيوة 20 إيه، 20 طبعا هذا بدي أكتب لكم إياها، 20 إيه زائد زائد 5 بي. طبعا إيش هذا بتساوي يعني شكلها الحقيقي زي ما نقوله؟ لا بديش نمحك اللي يساوي هنا، خلينا نطلع برا شوية عشان نظبطها. هذا بتساوي زي ما قلنا 20 ضرب A زائد 5 ضرب B. تمام فيش مشاكل. طيب اللي بعديها 20 ضرب A، طبعا هلقيت بوريكم ايش حنسوي في السؤال. بوينت أربعة، بوينت أو أربعة ضرب A، A وين A؟ هاي تمام كابيتال، زائد بوينت 12، بوينت 12 مضروبة برضو في A، A في عفوا في B، في B وتساوي نفس الكلام، هكتب بوينت أو أربعة مضروبة في A زائد بوينت 12، بوينت 12 مضروبة في B. طبعا لقيت صفار عشان انا معوض فيهم صفار، لكن عدنا حنشوف ان شاء الله تغييرات حتصير. A زائد B، A زائد B زائد B، طبعا هيطلع لي رقم معين. هو مفترض انا ايش شباب هنا، بدل ما اقعد اكتب بالمعادلات هيك هيك، اصلا هذه كونسترينز. تمام المفترض ايش، خليها زي ما هي هيك، ثواني. A زائد B يساوي A زائد B. طيب و A و B، A و B، A نفسها مش A، A و B هي من فوق، بس القصد A و B أكبر من صفر هنا، تساوي هي A مثلا، هي نفسها بس القصد لقيت من أعلمها. هذا شباب ايش بدي اخليها في الكونسترينت تبعها، كان تبع اكبر عفوا اصغر او يساوي، اصغر او يساوي 1300 1300 و 500 و 750 ماشي، اصغر او يساوي كذلك، هذه اصغر او يساوي. طيب بس مش 5300، ليش انا ماشي هنا 40، هنا 40 ارز كانوا، هنا ال A وال B كانوا 550 منتج، 550 منتج
هنا طبعا أكبر من صفر، مستحيل تساوي صفر طبعا. كذلك زميلتا أكبر من صفر، صفر خالص، بس هاي المطلوب مني. طيب حنروح على داتا، حنروح على سولف. شو سولف بتقول لي؟ بدي أنا إيش؟ بدي هذه. طيب شو بدي، مينيمايز ولا ماكسمايز؟ ماكسمايز ماشي، هذه وماكسمايز 100%. by changing ايش variable cells، هذول التنتين ماشي. ايش ال constraints اللي بدك اياها؟ هاي حتى اللفظ لازم اعدله، مش قصة. ايش ال constraints اللي بدك اياها؟ added. هتقول لي ايش cell reference اللي تو جبتها؟ طيب ايش بدك تكون اكبر او ايش؟ 1350. طيب ماشي، added. السل هلقيت هذه برضو أصغر ويساوي 40. لسه added كمان شباب. إيش السل الثالثة؟ هذه. طيب إيش مالها هذه؟ إيش تكون شباب هذه؟ أقل أو يساوي 550 اللي هو عدد المنتجات. added كمان constraints، هذه تكون أكبر من صفر، أكبر 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 أو يساوي، مش مشكلة أكيد حيطلع أكبر يعني. بس طيب هذه أكبر أو يساوي صفر، خلاص أوكي ماشي. change reset load تمام التمام. maximize هاي سيمبلكس، اذا مثلا قلت لك سيمبلكس حل لي اياها. انا بصراحه ما جربتهاش، بس خلينا نجرب انه جي ار جي نون لينير، وبنشوف كل واحدة ايش بتسوي. عاد تخيل لقيت ما تزبطش، حق مش علي بكون. إيه طيب ايش بدنا مثلا؟ انسر سنسيفيتي، اوكي معقوله. مية وخمسين معقولة؟ فاينل فاينل 550. طيب هات نتأكد من رسمتنا، ايش كنا رسمين احنا؟ غير معقول صراحة. 550 ومين كمان؟ بي ولا ايه؟ هات نتأكد في الاكسل، شو مديني ايه؟ طيب ايه هنا 550، بحيث بي ما ينتجليش منها بالمرة. ماشي معقولة هيك؟ كانت هذه وكانت هذه، مفترض هنا، مفترض ينزل هنا، مفترض أكبر قيمة ربح غالبا. طب ليش هيحققها هنا؟ صح، لأنه أصلا برضو في تقاطع ما بين هنا زي هيك، هتيجي وهذا زي هيك، فيش مشاكل لحتى الآن. لكن مفترض هنا، هات نشوف نتأكد. مشكلة ما عندي سوليوشن للكتاب، وبصراحة لازم نصدق الإكسل، يعني إحنا في حالتين خسرانين. هات نشوف الكونسترينز، إحنا عاملينه مثلا السبب الخاصة فينا. قلنا هذه إيش؟ ال E S S 10، ال E 10 كم أكبر من صفر؟ E 11 برضو لازم تكون أكبر من صفر، تمام. ال E 7، هاي 7 هذه لازم تكون أقل من أو يساوي. ال E 8 اللي هي هاد لازم تكون أقل أو يساوي 40. ال E أو هذا أقل من 550، سليم فيش مشاكل. طيب إحنا هات مش نون لينير، طب هات نجرب السيمبلكس إيش تاني. طيب sensitivity و answer نفس الكلام، يعني ما فيها مشاكل. constraints 550 allowable increase
اتش 4550 برضه نفس القصة، ما فيش في أي مشاكل. الريبورت تالي 550، يعني هو شباب بشكل عام استنتجنا إنه إيش من خلال الإكسل. طيب هات نجرب مثلا هذه valuation، أنا بدي أجربهم كلهم بحيث أشوف هل بتغير الإجابة أم لا. constraints عندي صحيحة والobjective function عندي صحيحة، فبالتالي يا شباب يعني شغلنا ما فيش فيه أي مشاكل. أوب شكله بيعمل حاجة غريبة لأنه طلع بقول لي نصب problems قديش trial solutions قديش بيعمل شكلها حاجة زي advance في السولفر هذه. هذه طبعا شباب تستخدموها لو قديش لما يكون عندكم كذا مجاهيل تمام او كذا حلول، عندكم حلول مختلفة فبالتالي محتاجين تاخذوا حل امثل، فبالتالي من خلال دالة السولفر تقدروا تصلوا لها. يعني احنا استنتجنا من خلال هذا السؤال انه الافضل ان ما انتجش بي بالمرة وانتج المنتج بي، انتج المنتج ايه تمام انسر فقط بدي اوبس عشرة أو 30، لا ما دخلنيش في هذه كلها. طبعا في السنسيفيتي ريبورت طبعا ما علينا بصراحة، هذه مش عارف يعني قصة الأخيرة قصة الإيفاليويشنالي مش عارف، هذه مش عارف إيش طبيعتها يعني إيش تستخدم ولا إيش حاجة ليش مصنوعة زي ما بيقولوا تمام. لكن اللي إحنا بدنا إياها الجي ار جي نون لينير والسمبلكس ال بي. select جي ار انجن فور سولفر بروبلمز ذات ار سموث نون لينير ال بي سمبلكس انجن ذا فور لينير سولفر بروبلم. احنا عاد عندنا لينير سولفر بروبلم فبالتالي بنختار هذا ما فيش غيره تمام، فبيطلع معانا الجواب 550 فقط. هيك بكون يعني اختتمنا الشابتر، وجربوا حلوا أمثلة من حالكم يعني أمثلة نظر وين هذا طبعا إيش اسمه الكتاب الخاصة بالسؤال، الترجمة الخاصة بالسؤال طبعا يا إله النت برضه سيء أوبس قلبنا الساعة. خلاص احنا ما علينا، القصد يا شباب انه هي كيف نستخدم دالة السولفر لحل المعادلات في تحتاج فيها الاوبتمايزيشن والحاجات هذه. طبعا شباب يا ريت يا ريت ورجاء وين احنا هذا الكتاب، يا ريت شباب تجربوا تحلوا الاسئله من حالكم او طب على الاقل تجربوا تحلوا لهذول للاب تمام، هذول جربوا حلوهم للاب اللي هناخد ان شاء الله في اللاب الاكسل، هتاخدوا اسئلة اكسل هتحلوا عليها طبعا هديكم اياها جاهزة ان شاء الله تعالى. بهيك يعني نكون اختتمنا كل شيء في شابتر الاوبتمايزيشن، ونراكم ان شاء الله في المناقشات التالية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.